يقع وادي الحكاك قرابة ساحل البحر الأحمر شرق مدينة رابغ، ويعد الوادي منطقة رائعة للسياح ومحبي المغامرة. تكثر فيه المناطق المميزة والساحرة التي تأخذك إلى جو آخر بعيداً عن صخب المدينة. يتميز الوادي بكثرة المخلوقات الحية المنتشرة في أرجائه، كالجمال والطيور المهاجرة بأنواعها. وتكثر في الوادي الينابيع التي تغذي عدة جداول تعيش فيها أنواع مختلفة من أسماك وضفادع وطيور. كما يعتبر وادي الحكاك بأنه منطقة مميزة لتجمع الكثير من المخلوقات المهاجرة لما يوفره من بيئة ملائمة لها. يتميز الوادي بهدوئه الشديد وأجوائه الجذابة والمريحة. وللحديث أكثر عن سلسلة التقارير عن الطبيعة في السعودية انضم إلينا في الاستوديو الزميل أحمد سحاب. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير يا أحمد. طبعاً يعطيك العافية على التقرير الجميل. طبعاً بداية أنا صراحة عمري ما سمعت عن وادي الحكاك، كيف قدرت تكتشفها؟ والله وادي الحكاك هو حقيقة اكتشافه كان عن طريق الصدفة، مع الشباب كنا ماشيين وقالوا إنه هنا في وادي وشافوه جوجل أو سمعوا عنه وعملنا عليه سيرتش كذا، لفينا حولين الوادي لما لقينا المدخل، لأن المدخل صعب كمان يعني لازم يكون 4x4، الآن الطريق ممهد أكثر يعني. يعني ما في طريق يعني الدرب ما هو سالك كان، الآن يعني كأنك تطالع البر يعني. أيوه يعني مدخل الوادي لازم يكون 4x4، لازم سيارة تكون دفع رباعي يعني على أساس تنزل أو تكون عالية أقلها يعني. طيب أنت ذكرت أنك عملت شوية أبحاث عن الوادي، بس يعني الاسم هل له معنى له رمز؟ الحكاك طبعاً، الحكاك هو الحكاك جاي من التسمية، جات من شيء واقعي في الوادي. الوادي على المغربية، المغرب يمتلي بالناموس. أيوة أوكي خلاص، عشان كده سموه الحكاك. أيوة. لكن خلال النهار ما في أي شيء. وبعدين لو لاحظنا نحن في تصوير كان عالي، يعني الوادي جاي على طرف جبل اللي هو جبل يعني حتى مش جبل ترابي يعني. أوكي. فالواحد سبحان الله لما يطلع المسافة هذه، يمكن مسافة ارتفاعها يمكن 7-8 متر، ما في ناموس فوق حتى في الليل، الناموس كله تحت، فشيء عجيب يعني. فجلسة الوادي جدا رائعة وهادية، وزي ما قلت أنا لما يجي الناموس واحد يطلع فوق يستمتع. كان لازم يسموه وادي الحكاك في المغربية ممكن، أو في الأرضية في الأرضية. طب أحمد إيش ميز الوادي يعني أنت بنظرك، إيش عجبك أكثر شيء في الوادي؟ الوادي الجميل فيه إنه طول السنة فيه موية. يعني الوديان عادة لما تيجي الأمطار والسيول تتجمع وتنزل من الجبال طبعا ويمشي الوادي، يمكن في بعض الأحيان تقعد الموية 5-6 أيام، بعض الأحيان شهر،
إذا الموية قوية تكون أكثر. لكن وادي الحكاك من البديان اللي هي المياه جارية فيه طول السنة. ليه؟ لأنه فيه ينابيع. يعني سبحان الله في البداية يمكن ما ظهرت في هذا، بس في 4-5 عيون في بداية الوادي بتطلع، يعني كأنه ولا مؤاخذة في ماسورة مكسورة تحت الأرض وطالع منها الموية، والموية تطلع فاترة كمان رهيبة، يعني الواحد ممكن يشرب منها من بداية العين، يعني يحط يده كذا الموية لأنه طالع، فبتتجمع عين 3-4-5 عيون وبتكون البحيرات هذه. فطول السنة العين هذه بتطلع ماء ما شاء الله يعني. والوادي كمان في زي ما انتم شايفين أسماك على طول السنة، في أسماك وفي عدد أنواع، يعني من أسماك يمكن 4-5 أنواع أسماك. حيوانات طيور؟ في طيور اللي هي تيجي المهاجرة، مثلا مالك الحزين، النورس بعض الأحيان يجوا، بما أنه مش بعيد مرة عن البحر، يعني في مسافة يمكن 30 كيلو عن شاطئ البحر اللي هو البحر الأحمر يعني. وهو تحديدا وادي الحكاك مخرج مدينة رابغ، يعني الناس ما يعرفوا عنه، وحتى الرابغ ما يعرفوا عنه، هذا العجيب يعني في الموضوع. فهو من أهم المناطق السياحية مستقبلا إن شاء الله، يعني أنا مركز عليه حتى بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة، لأنه المناطق السياحية لازم واحد ينسق معهم يعني. فمنسق معهم على أساس أنه يكون كريزورت أو مزار، يعني مكان للبيكنيك زي ما يقول. طيب ليه ما يصير هالشيء؟ يعني أنت تنصح الشباب أو الأهل، يعني العائلات اللي حابين يروحوا يزوروا الوادي، يعني أول شيء التجهيزات، بعدين إيش ممكن يسووا؟ يعني ممكن سباحة، ممكن السباحة نزهة ممكن. بس الواحد يتمشى يطلع الجبل، إيش النشاطات اللي ممكن يسووها في الوادي؟ والله شوفي، هو كبيكنيك، يعني الواحد يروح يجلس مثلا هو وعائلته وأصدقائه، أيوه الجو رائع يعني، بالإضافة أنه حتى إرسال الموبايل ما بيوصل فيه، أحسن شيء أوكي. يعني منتهى الهدوء، يعني زي ما يقولوا كده الواحد يحط إيده كده بس صوت هواء بس تعرف يريح، بس جدا رائع جدا ريلاكسينج، يعني الواحد يرتاح فيه، يعمل زي ما يقولوا هم ميديتيتينج يسموه بالعربي، مديتيتنج برضه تأمل أيوه. ممكن واحد يرتاح فيه، ممكن واحد يصيد سمك، في ناس ياكلوا السمك اللي بيطلع منه، بس اكثر الناس عندنا ما ياكلوا سمك البديان اوكي، لكن ممكن ياكلوا السمك، وفي ممكن واحد يصيد السمك ويرجعه، والاطفال ممكن ياخذ السمكه سمكتين من الصغر، طبعا ما ننصح، بس احنا برضه ياخذ سمكه سمكتين مع البيت وبتعيش يعني تعرفي. الشيء الثاني ممكن واحد حق تخييم كمان، اي ممكن يقضي اليوم كامل، ممكن يبيت فيه كمان. الجو جدا رائع، ممكن يصور كمان، ممكن زي ما قلت يسبح، ممكن يعمل سنوركلينج اللي هو بالنظارة يعني يسبح كمان. أشياء كثيرة ممكن واحد يسوي فيه، يمارس رياضاته كمان يعني. كيف درجات الحرارة أحمد؟ سمعت أنها ترتفع في الصيف أو؟ والله هي درجة حرارة السعودية يعني المنطقة الغربية، هو بعيد شوي ما في رطوبة، بعيد عن الرطوبة شوي لأنه في 30 كيلو بعيد عن هذا، لكن الجو طبعا جنب المويه دائما يكون كويس، يعني في العصريات يكون حتى في الصيف، في الصيف يعني يكون جنب المويه كويس يعني. طيب هل في اماكن ثانيه جنب الوادي ممكن الشخص كمان مثلا اذا رايحين رحله تخييم مثلا الشباب انه ممكن يزوروا اكثر من منطقه سياحيه في نفس، يعني يضرب عصفورين والله في الجديد في الموضوع انه مدينه الملك عبد الله هناك موجوده، يعني ممكن فيها اشياء سياحيه، ممكن الواحد يروح فيها فندق فيها. كم مسافتها؟ كم المسافه من الوادي من مدينه الملك عبد الله؟ يمكن اقل من 25 دقيقه او 20 دقيقه من جده، في يمكن ساعه وثلث. طيب احمد انت طبعا عندك سلسله تقارير كامله عن الطبيعه في السعوديه، حدثنا اكثر ايش حنشوف؟ والله هو هذه التقارير هي امتداد ل، يعني انت تعرف انا انتجت برنامج انا بقدمه كمان اللي هو اكتشف السعوديه جزئين، والان بادين في الجزء الثالث ان شاء الله برضه حيطلع لي بي سي 1. انت كريستوفر كولومبوس السعوديه؟ ايوه لا هو احنا نحب السعوديه بعدين. يعني ايش المناطق اللي غطيتها؟ اوكي المناطق اللي غطيناها تقريبا انا غطيت المملكه كلها، لكن التقارير هذه بروح زيارات خاصه لانه لها كذا خصوصيه شويه يعني. انت مركز على الجانب الطبيعه اكثر يعني؟ نعم هو 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 البرنامج اسمه اكتشف السعوديه، ونحن سلسله تقاريرنا يعني فيها اكتشاف كلها، لانه الاماكن اللي انا بعرضها يمكن اقل من 5% يعرفوا عنها في السعوديه، زي وادي الحكاك اظن ولا 2% ويمكن 1% ما يعرف. طب انت ايش يعني اللي يجذبك للمكان؟ يعني هل فيها فقط العوامل الطبيعيه، جمال المكان، هل في شيء ثاني يجذبك؟ هو غالبا المناظر الطبيعيه، نعم يعني مثلا كوديان، ككهوف، كجبال، كصحاري. اكثرها غرابه طيب او لو لشد انتباهك كجزر رحلتك؟ والله شوفي انا في واحد من المناطق، مثلا نتكلم مناطق طبيعيه، في جبل شكله كانه جمل بارك، يمكن مستقبلا يكون معنا في التقارير هذه، سبحان الله ما حد داري عنه،
ونحن بس كده ماشيين في واحد من الشباب قال يعني انا نحن مره كنا معديين من هنا هم يطلعوا يغوصوا في الشمال يعني في مقنا عند منطقه يعني عند الحدود الاردنيه تقريبا فهم معديين مره وقفوا وشافوا يعني طلعوا شوي عن السكه وشافوا الجبل هذا جدا رائع كانه جمل فعلا جالس كده وسنمين كمان يعني في من في طبعا الجبل الماموس معروف كمان اللي هو الماموس اللي هو الفيل القديم المنقرض هذا في برضه موجود طبعا الوديان احنا سبحان الله عندنا في السعوديه وديان زي كذا فيها عيون وبتجري طول السنه يمكن يتعدوا العشرين ما حد يدري عنهم يعني في منهم وادي الديسه في الجنوب غالبيته في الجنوب وادي لجب طبعا هذا شيء موجود معنا في التقرير ان شاء الله التقرير القادم هذا يعني يسمى بالوادي المنسي لانه فعلا تخش كانك في جوراسيك بارك يعني الجبل مقسوم نصين كده مكسور كان في فتخ زي ما يقولوا والجدران ارتفاعها 300 متر مغطايه بالاشجار يعني شيء عجيب يعني كانه مان ميد رائع جدا فهذه من الاشياء جدا رائعه طبعا الجزر ما حنتكلم فيها جزيره فرسان واللي حواليها يمكن 80 100 جزيره ما حد اكتشفها اصلا وفي كمان اساطير عنها مث يعني تعرفي في بعضها يقول لك هذه الجزيره مشهوره بالجن مثلا يعني انا مستعد اروح ان شاء الله حغطيها حروح اشوفها وراح ابيت فيها كمان وفي جزر كمان برضو فرسان مشهوره بالثعابين يقول لك هذه انا ما ادخلها انت مجنون تبغى تروح لوحدك تعرفي في اشياء كثيره حلوه الواحد يكتشفها والله شوقتنا نشوفهم يعني للاسف اصلا يعني في منطقه جازان كثير فيها طبيعه حلوه بس لسه الى الان زي ما قلت ما اكتشفها ويمكن ما تطورت الى الان هو ان شاء الله على يدي باذن الله تعالى ان شاء الله ما انا نكتفيك اكيد شكرا على هذه الجوله لي طبعا الزميل احمد سحاب خلاص انا مسميتك كولومبس السعوديه هذا طيب ابن بطوطه خلينا لا ابن بطوطه رحل انت مكتشف نود ان نشكرك واكيد نترقب تقاريرك القادمه شكرا يا زينب